الله صافي انا الجلابيتي ما بقيتوش تشوفوا هذا الوجه هذا صافي. بزاف ديال البنات اللي عجباتهم كتجي زوينه ورطيبه خشي صافي صح. قالت لكم السلام عليكم تحيه لعدوستي. كنهرس رجع نشري منو كرتونه والله يا البنات الا كنمسحكم الا ما كتستعمليش خشاريه شي الوقت سيري اختي استعملي ما خليتش ما جربتش انا الكريمات راه بنات كديري لاباس عليكم اش خبركم كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحه وبالف عافيه ما تديوش اختي على الروينه اللي ورايا يا البنات راه كتجمع اختي هكا في الحويجات راه جايه الناس فوق الصباح مشي يجيب اختي مشى لبني ملال مشي يجيب مامتي ومشي يجيب الاخت ديالي غتجي الاخت ديالي اللي كاينه مع الوالده وغتجي الاخوات حتى الاخت ديالي اللي مزوجه هي وبنيتها والله البنات انا فرحانه فرحانه محرف قسم الناس باقا ما دايره اختي حتى شي حاجه لوجهي قلت ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الروتين اللي كندير لوجهي كل صباح الاخوات وان شاء الله اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم غير خليكم معايا. حاجه غادي نبدا بها على بركه الله البنات باش كنغسل وجهي كل صباح الصابون ديال اليد البنات اختي راه تبعقج ليا مع رسلتو الاخوات في الصاك الصابون ديال اليد هذا راه كنغسل به البنات يوميا شي حاجه غزاله زوينه البنات كننصحكم به واعر 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 البنات كناخذو دائما من اليد هذا الاخوات زوين باش كيعجبني البنات كنقومي به وجهي يعني كل صباح هو ماشي قوماج يعني حك قوماج البنات ما تقدروش ديروه كل صباح كتقومي به الوجه ديالك على هذا الشكل هذا دائما البنات هكا كندير كومسا كنقومي به زوين 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 الاخوات كيعجبني كنحسن البنات الوجه ديالي كيبقى رطيب البنات والله القسم الا كيبقى رطيب كننصحكم بهذا الخضر هذا البنات ديالي ثاني اخواتي كنغسل بهذا اوغال بي ديال الفخره البنات دائما كنبارطاجيه معكم احسن حاجه كنغسل بها سنيناتي مبيضه البنات اللي طبيب وكتبروتيجي البنات زوينه اوغال بي ديال الفخر زوين هذا كنغسل به دائما الاخوات البنات اللي جيت كنستعملها من نهار جيت للمغرب الاخوات هي الكريم اللي كنسبق ليا بارطاجيت معكم البنات ديال لوريال كنت خديتها من اللي دلال البنات هذه اختي ديال لوريال ديال النهار شي حاجه واعره واعره عرفتوا الاخوات يعني من نهار جيت وانا كنستعملها الله اكبر عجبتني البنات فنه فنه في ساعه كيشربها الوجه هذه انا اول ايطاب البنات كنديرها كندير كريم ايدراتاسيون ديال لابو هذه انا دائما البنات كنديرها زوينه 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 فنه عجبتني عجبتني ان شاء الله غادي نرجع باذن الله وغادي ناخذ منها اش كتجيبي شي كريم صافي باذن الله تن هذه الاخوات كندير لها على هذا الشكل هذا كل صباح انا البنات انا راه ميمكنش زوينه ورطيبه عجبتني البنات فنه كنت عندي واحد الكريم كنت خديتها بارطاجيتها معكم ديال نيفيا وخيوه ما كتبقاي ديري فيها الوجه ديالك ما خاصك تسني باش تنشف هذه في ساعه كيشربها الوجه ديالي وكنحس بان الوجه ديالي كيبقى مئدراتي يعني الوجه ديالي كنحس به النهار كامل وهو يعني مئدراتي زوينه 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 كنصحكم بها البنات واللي غادي ندير اختي من بعد الكريم اقسم لكم بالله البنات الى واحد الحاجه واعره 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 هو ليك خو ديال الشمس عم نخلي لكم التصويره ديالو واعر واعر كتقول لي بشرى كتحركي بزاف ما كتوريناش واعر 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 ني البنات تصدمت يا البنات من نهار وليت يعني فاش جيت كنستعملو الاخوات عرفتو كيخلي لكم يا البنات الوجه منو اختي فوندو دا ومنو كيبروتيجي لك اختي الوجه ديالك بحال شويه كثرت ومنو اختي كيبروتيجي لك الوجه ديالك واعر واعر كننصحكم به يا البنات لا مارك ديال افين البنات لا مارك ديال افين بلس 50 عرفتي زوين 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 كنديرو يا اختي والله يا البنات الا كيبقى لي وجهي غزال ما بقيت كندير لا فوندو دا لا والو يا البنات هذا هو الروتين ديالي اللي كندير البنات هادشي اللي كتشوفوا دابا ما كنزيد عليه حتى شي حاجه كندير الكريم ايدراتاسيون ديالي وكندير فوندو دا ها انتم الاخوات كندير الفوندو دا صافي واعر واعر شتي يا البنات كيخلي ليكم الوجه ديالكم واعر يا البنات الوجه غزال 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 ما كنبقى نزيد حتى حاجه كنت كندير الفوندو دا افخي دي فوا كندير بودر هاكا تكوني خارجه ولا دابا اختي ما كندير والو اقسم بالله اختي ما كندير حتى حاجه غير هاد
الفندق داك يعطيني واحد واحد اللون غزالي البنات في الوجه، عرفتوا هذا خصي راه ما كرهش نرجع نشري منه كرتونه. والله يا البنات الا كننصحكم الا ما كتستعمليش اختي عاديه شي الوقت سيري اختي استعملي ما خليتش ما جربتش انا الكريمات، راه جيبي معايا البنات حتى هو اختي لا تروس ديال اختي ديال الماكياج البنات جيبي معايا حتى هذا اللي بارطاجيت معاكم هذا اللي كنت كندير هذاك فيزيبل ما عمري استعملته ولا البنات والله البنات الا ندمت هذا هو زوين ولكن اختي هذا راه خطير واعر هذا اللي فيهم فيه فندق زوينه البنات اختي عرفتي كديري كيبقى جوج ديالكم لورا هكا كاين الوريضه غزال اشنو كنزيد اختي كنزيد هذه اللي كتسبق لي بارطاجيتها معاكم احلي العكر هذه اختي اللي كتسبق لي بارطاجيتها معاكم اخواتي ديال بريمارك زوينه 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 البنات هذه كتعجبني هذا الاورانج هذا يعني برونزي شويه كيديرها واحد شويه هكا اختي الزنيقه باش اختي تباني مسراره ها نتوما كنقولها لكم ديما ان البنات انا كيعجبني انا راه كل مره يعني كيعجبني نقاد راسي ما كنش عليكم ولكن ماشي لارضاء الاخرين ولا باش يقولوا الناس ما شاء الله زوينه ولا لا اختي لارضاء نفسي كنبغي نشوف راسي في واحد الايماج زوينه واحد زوينه اللي كيبغي كنقولها لكم دائما تبقاو ديما هكا درتو تقدروا ديروا واحد شويه هكا فوق النيف ديالكم تقدروا ديروا واحد شويه هكا في الجبيهه فهمتوا غير واحد شويه ما تكثروش فهمتوا صافي كيعطيك غير واحد شويه ديال التزنيكه خفيفه ماشي بحال الكلون ثاني انا البنات شفتوا عندي هذا كيعجبني هذه ديال بريمارك راه كانوا دابا هذيك المره غير اورو انا شريتها ب 4 اورو هانتوما هذيك الخطره كانوا دايرها غير اورو والله البنات ندمت لي ما شريتهاش وكنستعمل هذا ديال كيكو ها هو الاخوات ديال كيكو النمره ديالو 03 كيعجبني كيحمقني هذا ديال كيكو البنات زوين كيعجبني نفس فيها البنات نفس يدي مع فيهم كريم واش شحال ليا ها هو نفس اللون ديال 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 سميتو ها انتم البنات شوف هذا زوين كيعجبني كدير هكا ها انتم الاخوات تقدري هكا ديري واحد شويه هكا يعني زعما لا فورم زعما بغيتي تكبري هكا شويه الفم ما كنكثرش انا البنات تقدري ديري الطراسي عاد ديري انا كنديرو هكا وعا كيبان لكم شويه البنات مع الاضاءه كيبان لكم شويه فونسي ماشي فونسي البنات كيجي اورانج ها انتم الاخوات صافي الصلاه على نبينا شوف ها انتم جعلي مزوينات يعني هذا هو الماكياج ديالي دابا حيت البنات دايره الشفيرات راني بارطاجيتهم معكم الاخوات والشفيرات باقيين البنات هانتوما على مزويناتهم ما كيدير لا ماسكارا لا حتى شي حاجه والحجبان راه باقي شادين راني درت تاتو ماشي تاتواج درت غير الصباغه ديال الحجبان شو الاخوات من نهار كنت في بني ملال باقيين شادين كيجي ماكياج زوين هانتوما نتمنى يبان لكم مزيان الاخوات ماكياج زوين وخفيف والصلاه على نبينا الرعيه هذه اللي كانت عجبتكم عقلت فاش كنت شريتها من مارشي اوبيس بزاف ديال البنات اللي عجبتهم كتجي زوينه ورطيبه اختي صافي الصلاه على نبينا فنيونه ولابسه اختي الصريفيق اختي مع باغا غنمشي نسيق اختي بغا اول حاجه غنمشي ندير واحد السيقه للبالكون البنات هكا باش الا بغاو يجلسوا فيه في العشيه وسميتو باش زوين ان شاء الله غنبارطاجيه معكم ها انتما يا اختي تقولوا لي الراي ديالكم في بيجامتي واخا فحقه بزاف ديال البنات عجبتهم بقى فيا الحال ما شريتش القهويه البنات والله القسم الا رجعت ولقيتهم باقيين ناخذ حتى القهويه لان الثوب ديالهم غزال ومبردين يا الاخوات الاخوات هنا بحال هكا في العشيه تخرجي تجلسي ولا تقدري تعشي هنا عرفتوا راه كيدير ايمن درنا مع بعض واحد شويه ديكور هنا عرفتوا واحد الكليسه غزاله غزاله ما شاء الله سي اليوم راه عندي مصوره ها آه يحسب لكم اختي تحيه لايمن ولد لوسي
ندير لميمتي وعدوستي كريسيفنا يا اختي، ويبقاو يتبرعوا لي يديروا لي الرياضه ديال العينين. هنا اختي راه ما شاء الله في العشيه الناس تكون الدنيا عامره، ودي فوق يكون حتى الناس حاطين هنا البلاص. هاد البلاصه البنات راه سميتها سيدي رحال، سيدي رحال ديروا غير في جوجل سيدي رحال الشواطئ راه غطلع لكم هاد البلاصه هادي زوينه نقيه يا الاخوات. الامن، البحر قريب لي، كلشي 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 قريب لي الاخوات. اي حاجه بغيتيها عندك سارة، عندك أمتي الغبرة 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 يا صافي. لو خلي غندوز الخريطة من هنا صافي وندير التروش غير كأي صافي ندير الدروج. هاهو راه الدروج راه عيط راجلي كثير وصلتو. قال لي قرب لا قرب لا. طيب إذا مشى جاب الوليدة ديالي وترك الأخت ديالي وراه شادين تراك الجلاس. أحسن حاجة ندوز حنا بلي ملا عندنا لوطوروط ما بين كازا والدار البيضاء يعني في ساعة. إيوا أختي تربق من يجي نحمل الدريه عشان نخرج نشري طابليه. ها شوفوا واش راه كتطلق في الدور في المكازات، راه الحداقه اختي راه الحداقه. دابا انا كندير نوريكم عدوستي مسكينه. راه مشات مسكينه قالت لي واش انا غنمشي نجيب البصله. قالت لكم السلام عليكم تحيه لعدوستي مسكينه، هي بحال جات مشات تقدات لينا وها هي جايه. ربي يحفظك تحيه لعدوستي لي اول مره كتبان في قناتي. كيعجبني التكرات وكيعجبني النقا عرفتي راه ما شاء الله راه من فوق البنات هانتوما اختي عاد اختي كتلقاي الدنيا كلها نقيه والله البنات الا راه حال في ثانيه راه حال في ثانيه ترتاح. وعاد راه خاصني ندوز جفاف على الدار لان راه هو دخلوا دابا عسفوا لي على الماء البنات ودخلوا لي للدار كيتجاراو. خاص دابا ندوز بحق غير الجفاف دابا باش يبقى نشد. الحداقة يا اختي الحداقة الحداقة انا البنات غادي ندوز درت غير الجفاف هكا في الكراطة صافي الاخوات لان غير الباش ديال الوليدات بغيتي تمشيو البنات ندير غير بحال هكا كتبقى الارضية نقية راني ما جبت حتى البنات وصيرت وضميت كلشي حيقربوا يوصلوا توسخ ترعش بحال هكا
لكن عزيرة ما شاء الله أخواتي نوريكم كتبقى الأرضية نقية نقية ما شاء الله. ما راني جففتها الصباح ودابا غير على حساب معايا فاش كنت كنجففها على برا ودابا كيخرجوا البنات كيخرجوا بصبيبطاتهم كاين ما شاء الله درت غير الجفاف الأخوات في الكراطة صافي الأرضية دابا إلا خلاوها ما خاصهمش يتمشاو دابا أنا غنطلع للفوق لأن الفوق كنت درت تي وطاح شوية ديال الماء غنكمل ختي الجفاف تما صافي وأنا ساليت. ساليت الاخوات والله القسم الا يلاه ساليت قلت غنعيط البنات دابا راجلي غير نقول له فين وصلت باش نعرف اختي فين وصلت الحمد لله بعدا ساليت عدوستي انا غادي ندخل انا وعدوستي دابا ان شاء الله باش نديرو الغدا بزاف ديال البنات تقول لي واش شنو درتي كنتي كلشي انا غادي تاخذي البنت هذاك راه ولد لوسيا البنات اللي قال لي واش غنعاونك راه كيدير تما في الدوش الاخوات المهم قالت لي واحد اختي واش قلتي لنا غتاخذي البنت والله الاخوات الا كنت غادي ناخذ البنت ما خليتش في نقلبت البنات ما خليتش في نقلبت علاش غير بغيت انا نوفر راحه لراسي نوفر راحه لعدوستي نوفر راحه لمهمتي ما بغيتش حد يدير شي حاجه فهمتوا حتى انا دابا من الصبح وانا اختي عرو قالت لي كتسكر يعني حتى انا كنت يس انا نرتاح اختي شويه ولكن ما لقيتش البنات لقيت غير واحد البنت اللي قالت لي غادي تجي عندنا في الصباح بكري البنات الصباح حنا اصلا الدراري ما فاقوا حتى تقريبا شي 11 ونص عاد فاقوا البنات فهمتوا يعني ما كيفاقوش بكري يعني حتى وليداتي ما كيفاقوش بكري حتى حنا علاش غادي نفاقوا بكري يعني انا بغيت قلت هكا شي بنت تجي مع 12 يعني حتى 6 فهمتوا دابا هادشي انا اللي بغيت يعني تلقينا بحرا فطرنا يعني تجمع الدنيا تجمع المي على تغسلهم يعني هكا تجمع الدار فهمتوا هذا هو القصد ديالي ديك 6 تمشي هادشي انا اللي بغيت ولكن اختي باش تجيني مع 8 وتمشي مع 12 يعني مع 8 حنا ناعسين مع 12 راه اكثر هي بحال غادي نفيقوا يعني ماشي ثاني 12 ولكن فهمتوا يعني داك الصباح يعني بحال كتفيقي تبغي تحضري الفطور تخون كيلمو كتبغي تفطري يعني في حق هذاك التوقيت مس يعني ما غادي دير ليا في الصباح ما كاين ما دار الشقا كيكون هكا وقيت الغدا هادشي انا علاش بغيتها قلت لها اختي قالت لك لا راه يعني عندها شي سيده اخرى كتمشي لها في العشيه اختي قلبت صافي ما لقيتش ما صافي ماشي مشكل مادام اختي ما لقيناش معليا الا نكفض اختي على يديا ولكن الحمد لله راه كيعاون يعني راه ماشي كلشي كيعاون فهمتوا والحمد لله انا اللي يقول كيف قلت لكم ما بغيتش انا نشقي انا بغيت كلشي يرتاح اختي ولكن قال لك تمشي الرياح وبما لا تشتهي اختي السفن ايوا اختي راني كنتسنى فمهمتي يا اختي هادشي دابا ندخل مع دوس ان شاء الله نقادو الغدا نوجدو اليوم الغدا ونتسناو اختي امتى غادي يوصلوا غنشارك معكم اختي لحظات الوصول العروس ان شاء الله كلشي غنبارطاجي والله الا هاد الروتينات كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم اختكم بوجره اختي راه ما كنعرفش لا هادشي راه كن يعني كنشارك معكم كيف ما انا يعني هادي هي بوشرة اختي هكا شوف راه ماشي هانتي اختي المشطه ديال بوشرة اختي في الدار ديما كندير شعري بحال هكا يعني ما جو سوي كوم سا في الدار الناس نتمنى اختي تنال الاعجاب ديالكم باش تخرج عليا البنات ولي جيبوا البارطاج كنبغيكم يا احلى اخوات مشيت اختي ندخل دابا للكوزينه ونتسناو مهمتي بالله راه غنهز جلابيتي وما تعرفوني فين مشيت واش عباد الله انا بحال قلت ساليت الحمد لله الدار نقيه واش هادشي درتو ها ويلي على ترومبولين يا ويلي انا بحال قلت جمعت الدار رجعوا الله يا ولد نتوما واش هبلتوا ولا يا ويلي استغفر الله بحال قلت ساليت الدار اش هادشي رايان والله يا ربي الله صافي انا له جلابيتي ما بقيتوش تشوفوا هذا الوجه هذا صافي يلا ربحوا والله يا بناتي الا ساليت قلت الحمد لله انتم يلا شوفوا الحاله الحاله اللي دايرين ليا وبحر قلت ساليت هادشي شوفي ها وانا اش غادي ندير هاد الحاله وبحر قلت الحمد لله سالينا شوف هاد الحاله هذه شوف عدوستي مسكينه قالت لك خليهم قالت لك ولاد ولدها انت حد ما يقيسهم واش غادي نصور فيه واش الفاكونس ديالنا تماره تبعني فين ما مشيت لا خليهم يسالوا ولا من حيد القاد ما كيرونوش واه ما كيرونوش غير يرونوا كل شيء واه بحال قلت ايمن بحال قلت الحمد لله قلت لهم شوف البنات زعما بغيت نوريهم شوف اختي الدار نقيه ساليت الشغال ديالي لا حول ولا قوه الا بالله وكارثه انتم كارثه الزلزال اكثر من الزلزال هذا والله ما تردوا المخاد كيما كانوا عرفتي اش غندير لكم
اش غندير له مع ايمن؟ اودي اش غادي ندير؟ غادي نخد نعلقهم. يلا نخليهم يلعبوا شويه، اش غادي ما خسرش لهم الخاطر. الناس والله الا خليتهم اش غندير لهم؟ نكذب عليكم، بغيت ديك القضيه ديك اللي كيديروا ديك ديال وتتجمع الكوزينه، كتكون الكوزينه مرونه وتيديروا زعما تك ها الكوزينه تجمعات. هو انا بلاتي نجربها، ها هو اللي كاع ما تجمعات، والله ما تجمع. ويا الله يا بشرى وما عريتي على درعانك. والله صافي غنخليهم البنات، انا عيطت راجلي يقولوا فين وصلتوا، باقي ما عيطتش ليه، خليهم يلعبوا شويه تاهما مساكن. صافي ما نقول لهم حتى حاجه، مش خصني ندخل مع دوزتي للكوزينه نقول يا بشرى ها فينك، فين وصلتي اخويتي، فين وصلتي، فين وصلتي، فين اخيتي، فين